كنت محتارة اليوم شنو أسوي على الغداء، لأن عندي هواية شغل بالبيت. حضرت أطيب تشيل فراي عراقي على طريقتي، راح يعجبكم. أول شيء راح أضيف القليل من الزيت، وراح أضيف نص كيلو لحم عجل مقطع مكعبات، وإذا غنم يكون أطيب. أحركه وأتركه دقائق على النار، أتخلص من الزفرة اللي طلعت على الوجه. أضيف فلفل أسود وكمون وكاري، أقلبها شوي، وأضيف عليها 2 كوب مي مغلي، وأتركها لحد ما ينشف المي تقريبا نص ساعة. أضيف حبتين بصل مقطعين ناعم، أضيف حبة طماطم من غير قشر، أضيف ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، أقلبها وأتركها بس شوية تمتص النكهات. ومن بعدها راح أضيف 3 حبات من البطاطا المقلية المقطعة، أحركها وأتركها 4 دقائق شوية على النار حتى بس تتجانس النكهات. هسه جهزت عندنا، راح أضيف لها رشة من الملح. وبالعافية، جربوها، لذيذة جداً.